ونحن بهذا السيانس اللي عم ببعث لكم اياها في يقول انه نحن خلصنا اثنين شابيتر تبع الفلويد، البارتي فلويد عمليا خلصت. نحن شفنا اثنين شابيتر، شابيتر ناف شابيتر اونز، واخذنا منهم اللي بدنا اياه، وعمليا هن طلعوا كانهم شابيتر، وبالكاد ليطلعوا شابيتر واحد. ومعروف نحن شو استخدمنا باول شابيتر اللي هو البرنسيب فوندامنتال دو ليدروستاتيك، وبالسيكون شابيتر كان في عندنا تيوريم دو بيرنوي والايكواسيون دو كونتينيتي او الايكواسيون ديغاليتي دو ديبي ان ريجيم بيرمانون. هلا حبيت انا بهيدي السيانس اللي هي يعني ملحق او اذا بدكم لا تتقوى شوي، عملت سيليكسيون دو كلك بروبليم كانوا جايين بالسيسيون طبعا اللي بده بيحلهم، ونحن انه اللي علينا سويناه وخلصنا بهذا الاتجاه. ولكن نحن مثل ما قلت لكم اللي بدنا نعمله انه بدنا نزيد بس زياده وتقويه للطلاب بهودي الاكزرسيسات، لانه هودي طبعا اللي بيحلهم هول الاكزرسيس، وهول الاكزرسيس اللي هن 5 اكزرسيس اللي بدي اشتغلهم اليوم، اللي بيحلهم عمليا هو بيسيطر تماما على اي شيء له علاقه بالفلويد طبعا دون نوتر بروجرام. في عندنا هالنيميرو نيميرو 2 او مسميه انا سوبليمون 2 ان لارج ريزرفوار. نحن تعودنا نحن وياكم انه بس يقولوا لنا لارج ريزرفوار يعني الفيتاس دون بوان ابارتينون على سيرفاس دو ريزرفوار تان فير زيرو، لانه لارج ريزرفوار يعني اس تان فير لانفيني. اذا اس تان فير لانفيني والكو اللي هي اس فوا في هي كونستانت برودوي دو دو تيرم كونستان اللي هني اس فوا في، واحد منهم راح على الانفيني اللي هو الاس، فاذا الفي تان فير زيرو بور ريسبكتي ليغاليتي دو ديبي. فاذا سو ريزرفوار رومبلي دو لو اي كونكتي ان ان تيوب ان يو، في عندي سيكسيون 2 سم كاري والاس مش عاطينا اياه. ام مانومتر، هلا مبين الرسمه وبعطيكم الرسمه عاده، ام مانومتر اميركور اي برانشي كوم لو مونتر دو لا فيغور. فوالا لا فيغور كي نو انتريس. اول شيء كالكولي لا فيتيس في دو بي من وراء هيدا الفيغور اللي عندنا، هيدا ريزرفوار، وهون في عندي كونيكسيون بالميلي من هون ا ان تيوب مانومتريك. حقيقة نحن اشتغلنا إذا بتلاحظوا مرة الماضي اشتغلنا اكزرسيس هالقد أول مرة، ورجعنا اشتغلنا اكزرسيس تاني مرة هالقد. انتبهنا هالمرة راح ندمجن ببعض بس مش أكتر، ونشوف إذا سائلين مباشرة لا فيتيس أو بوان بي، بنشوف إنه هالفيتيس أو بوان بي الفيتاس دو بي هي فيتاس دو سورتي. إذا الفيتاس دو سورتي يعني معناتها جو شوازي دو بوان كيلكونغ، جي انتري اشوازير دو بوان كيلكونغ، لهني قلنا بالعادة ناخدن الفيتال بوان اللي أنا بدي جيب عليها الفيتاس، وبدي جيب بوان على سورفاس محل ما عم بيكون عندي ديمينيسيون دو لو. فإذا طبق برنويي مثل ما شايفين بين الـ A والـ B، قصتنا كتير سهلة، بنكتب التيوريم انتر A و B، وهون بلاقي إنه H دو B إتيقال A0، وبلاقي إنه كمان P دو A إتيقال A P دو B إتيقال A P0، لأنه لي دو بوان A و B سون أوفير أليير ليبر. مثل ما حكيتكم بالبداية S A تان فير لانفيني لأنه لارج ريزرفوار، سولا إمبليك la vitesse du point A tend vers 0. Je remplace chaque terme par sa valeur et je retrouve l'équation, ça mène à l'équation de Bernoulli. Yani, la vitesse de sortie est égale 2G fois la dénivellation qui est entre deux points A et B. Bien sûr, le HA est égal à grand H, comme vous voyez dans le dessin, et le H de B est égal à 0, parce que nous هيدا نيفو هون 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 اللي اخذته، هيدا نيفو دو بوتنسيال زيرو. طيب يعني اول شيء كتير كلاسيك هيدا السؤال، اللي بيهمني هلا نحن
partie tenue, calculer la vitesse au point C, en déduire le diamètre ou la section au point à ce point C. Faisant un chiffre de vitesse au point C, de vitesse au point C, ou bien absolument de section à ce point et de point C, de كثير منيح. بما انه هون في عندي تيوب مانومتريك، طبعا انا مثل ما كنت اشتغل بكل الانواع بهالاكزرسيس كنت طبق تيوريم دو بيرنويي من هون بين البي والسي، وكنا نجيب البريسيون منيجي منطبق بهيدا التيوب مانومتريك لانه اليتا ستاتيك باخذ اثنين بوان ام اي ان ابارتينون او ميم فلويد اللي هو الميركور اي او ميم نيفو، يعني بي دو ام ايتيغال ا بي دو ان. ومثل ما اشتغلنا بالتيوب مانومتريك تبع الاكزرسيس، ما بعرف شو كان رقمه المره الماضيه، كان راح يطلع معنا انه البي دو ام موان البي دو ا موان بي دو بي ايتيغال ا رو دو ميركور موان رو دو لو فوا جي فوا اش. هيدي سي ديجا، حطوا لي ببالكم هيدي سي ديجا تروفي دان ليكزرسيس بريسيدون دو تيوب مانومتريك. هذا بتصور كان مسمينه النميرو، يمكن نميرو 6 او بتصور نميرو 6، وكنا مسمينه انه هيدا ديبيمت. فاذا جبنا الفيتاس دابري بيرنويي فوق هون بهيدي الفورمول، جبنا الفيتاس او بوان سي، ومثل ما شفنا نحن ما عندنا البريسيون او بوان بي، ما بقدر جيبها وما بقدر جيب البوان سي، بس اترافير لو تيوب مانومتريك نو زافون ريوسي ا ديتيرميني بي بي موان بي سي، وحطيناها بقيمتها، او اذا بدكم بي سي موان بي بي بيطلع عندي. طبعا بدنا ننتبه هيدي بي سي موان بي بي، وانا بالكالكول عندي اياها بي بي موان بي سي، يعني بدي اضربها بسين موان هيدي الايجاليتي. فالمهم انه بيطلع عنا تيرم فولو، بيطلعوا عنا تيرم فولو، ومنجيب التيار، نجيب الفيتاس او بوان سي. او بوان سي هذا مثل ما شفناه يعني اكزرسيس ريبيتي. هلا بدنا سيكسيون او بوان سي، كثير سهله الايكواسيون او اذا بدنا سيكسيون او بوان سي. انا بعرف انه نفس الدبي بين البي والسي، والبي معروف شو هو السيكسيون لها. فاذا انا بحط الايجاليتي دو دي بي اس بي في بي ايجال اس سي في سي، وبيطلع عندي هيدي الاكسبريسيون اترافير لاكيل جو بو ديدوير لا سيكسيون او بوان سي، اللي هي بدها تطلع هون. انا شاغل هون، انا شاغل اذا بتلاحظوا حاطط الديامتر ان سنتيمتر كاري على سنتيمتر كاري، بحق لي هون طالما هني رابور، بس طالما هني رابور بقدر اعمل هيك، والا بصير بدي اضرب فوق فوا 10 بويسانس موين 4 وتحت فوا 10 بويسانس موين 4، اي جو سامبليفي بور تروفي سيت فالور ديريكت. هيدا اذا فيما يتعلق بالاكزرسيس سوبليمونتير نيميرو 2. كمان بالنيميرو 3، بالنيميرو 3 هيدا بروبليم عنده بارتيكولاريتي كمان. في عنا بهالبروبليم ميلانج بين بارتي هيدروستاتيك وبين بارتي ديناميك. انتبهوا لي شوي. كمان هون ان لارج ريزرفوار، هيدي الكلمه بدها تكون لنا مفتاح هون. افيك في عندي بهاللارج ريزرفوار، هيدا اللارج ريزرفوار يل كونتيان دو لو اي دو لويل، بس الهوتور دو لو معي والهوتور دو لويل معي، وعندي الماس فوليميك بور لي دو، بور لي دو، واثنيناتهم هون اليتا ستاتيك، اليتا ستاتيك اثنيناتهم افيك اون بون ابروكسيماسيون. هلا هون قايل لنا بالدوني ام ات ان بوان دو لا سيرفاس دو سيباراسيون انتر لو اي لويل. طيب هون لك شو طالع عنا، ان اوريفيس بي بهيدي البوان هون، الاوريفيس او بوان بي اي براتيكي سور لو فون دو ريزرفوار لا او اليا دو لو، لا او اليا دو لو اون دون بي زيرو اتسيترا. اول شيء لك شو سائلين هون، كالكولي او ديتيرميني او تروفي لا بريسيون بي دو ام او بوان ام، جيبوا لي البريسيون هون او بوان ام.
هون نحن يا شباب ويا صبايا، نحن علينا نعرف انه هون بيتي اوريفيس مشي من هون، معناتها هيدا البيتي اوريفيس بلارج ريزرفوار، معناتها لا فيتيس دون بوين ام à la surface de séparation et aussi d'un point A à la surface supérieure de séparation, la vitesse ici ou là tend vers zéro. Les deux fluides sont presque à l'état statique. Ezabadjib, la pression au point M, j'applique le principe fondamental de l'hydrostatique entre les deux points Zabadkon M et A. Fazan Boutallah, بهيدا البوان ام شو في فوقة؟ لانه نحن على الاتا ستاتيك بتلاحظوا انه في رو جي اش بلس بي دو ا، بي دو ا طبعا هي شو؟ لا بريسيون اتموسفيريك، بس هيدي الاش رو لمين هون؟ رو دو لويل فوا جي فوا اش دو لويل بلس بي ا. اذا جابليك لو برانسيب فوندامونتال دو ليدروستاتيك اسي وبيطلع عندي كالكول ديريكت دو بوان، calcul direct du point de la pression au point M, 1,04 P0. هون شغلتنا صارت سهلة، جابليك لو تيوريم دو برنويي انتر ام اي بي، انتر ام اي بي، بفترض انه صار في ليكيد كي صار افيك اون سيرتان فيتيس كي ني با نيجليجابل اللي هو الفي بي واللي سائلين عنها، وشفنا البريسيون او بوان ام ولكن اريسبكتي لا فيتيس نول او بوان ام، لانه هذا البوان ام مثل ما قلنا دانز ان لارج ريزرفوار، مثل ما كنا نساوي بالاكزرسيسات الماضيه لما بيكون عندنا فلويد واحد. فاذا بطبق كل شيء هون بين هالبوان وبين هالبوان، بلاحظ انه البي بي هي بي زيرو لانها مفتوحه الهواء الطلق، وعندي البريسيون بي ام ديجا كالكولي، ديجا كالكولي، وعندي الهوتور او بوان بي زد بي تيغال ا زيرو، وعندي زد ام هي مين؟ الزد ام هي الاوتور دو لويل، ومثل ما حكينا انه الفيتيس دو دو بوان ام، هون لا في غلط، هون الفيتيس دو بوان ام على ليتا ستاتيك تان فير زيرو، تان فير زيرو. فاذا بحط كل شيء بقيمته هون وبعمل هيدا السامبل كالكول، بيطلع معي الفيتيس دو بي 1 أو 141 متر بار سكوند. إذن هذا البروبلم مثل ما شايفينه، البارتيكولاريتي له إنه بيعمل لي ميلانج بين الإتا ستاتيك والإتا ديناميك، إتا ستاتيك والإتا ديناميك. نحن مثل ما كنت أقول لكم أنا مسؤوليتنا نميز بيناتهم. كمان هلا هون بدلش يختلف الوضع شوي، في فاريتي جديده من البروبلم. كله هذا تيب دو فانتوري اللي عم نستخدمه. لو تيب دو فانتوري اي ريبريزونتي كوم فو فويي سور لا في سور لو شيما سيكونت، مونتري كو لو سيكول دو با ان هو، دو با ان هو. هلا لو تيب في ان انجل تيتا، هيدا التيب اللي شايفينه، هيدا التيب اللي شايفينه تيوب، هذا الاكس دو تيوب، انتبهنا il fait un angle theta avec l'horizontal et on donne SA est égal à 5 fois SB وعندي هذا اللونغور AB est égal à grand L، grand L، وعطينا الرو دو لو. طبعا هون في عندي B est connecté à un tube manométrique qui lie les deux fluides au point A. Fais un tube manométrique lie le point A et le point B. Comme vous le voyez, on fait de l'huile dans le tube manométrique. On a de l'A, M, N, B. Vous voyez, c'est très horizontaux de l'eau. Vous voyez le pointillé, vous voyez là où se trouve l'huile.
là où se trouve de l'huile. طيب فاذا اول شيء اذا بدي اقول مونتري كو لو سيكول دو بان ان هو طبعا مين دافش الثاني اكثر مين دافش الويل اكثر البوان هيدي البوان هون البوان ام طالعه فوق ليكو البوان ام واصله لهون ليكو وين واصل الويل من هون يعني بين هون وهون مين دافش الويل اكثر اللي دافش اكثر معناته عنده بريسيون اكثر يعني لو سيكول من الميل اللي عنده بريسيون اكثر اللي هي بي ا للميل اللي عنده بريسيون اقل اللي هو البي فمنشوف مين عامل بريسيون سوبليمونتير ساعتها بيكون الاو puisque بي ا اترافير لو مانومتر اي بلو جراند كو بي بي alors لو سيكول دو ا فير بي لو سيكول دو ا فير بي Voilà, سؤال هون trouver la relation qui lie les deux vitesses, بين ال A وال B. معنا معي ال S A وال S B. شايفين الإكواسيون دو كونتينيتي شو صارت؟ صار عندي هون S A V A يتقال S B V B. هيدا اللي بسموه الإكولمنت. En régime permanent, cela me permet de trouver V A. V A يتقال S B V B sur S A. وأنا عندي ال S A يتقال A 5 fois S B بيطلع عندي هيدي الفيتيس او بوان ا هيدي هي الريلاسيون بيناتهم يعني في بي اتقال ا 5 فوا اس في بي اتقال ا 5 فوا في ا هذا اول سؤال كثير بسيط سي في بي اتقال ا 1 متر بار سكوند تروفي دلتا بي اللي هي بي ا موان بي بي تروفي بي ا موان بي بي كثير صارت سهله اذا عندي انا الفيتيس او بوان ا فإذن il me suffit d'appliquer le théorème de Bernoulli. هلا هون هون قلنا بالعاده نحن بهيدا التيورام نطبق البرنسيب فوندامنتال دو ليدروستاتيك دون لو مانومتر بس بلاحظ انه بالسؤال الثالث سأليني عن الاش فاذا هلا مضطر بلش بالتيورام دو Bernoulli بين ال A وال B. ليكو هون شو عم بصير عندي بهيدي الحاله. إذا بتلاحظوا هون بكتب الريلاسيون entre A et B اللي بعرفها عن التيوريم دو بيرنويي وباخد أوريجين دو بوتنسيال أو بوان A صارت الهوتور للبوان B هي L سينوس تيتا طلعوا لي بهالتريانجل هون بهالتريانجل اللي قدامي هيدي ال L الهيبوتينوس وهي ال HB الهوتور وفي عندي بوج ال HB في أنجل تيتا معناتها بدي دخل السينوس معناتها اش بي اتقال ال سينوس تيتا الور جي رومبلاس شاك تيرم بار سا فالور بحط الاش بي بقيمتها يعني صار عندي بي ا موان بي بي اتقال ا ست فالور اي جي رومبلاس نوميريكمون كوم فو فوايي شاك تيرم بار سا فالور شاك تيرم بار سا فالور هلا يمكن في فالور نوميريك لل للال في فالور نوميريك للال هلا ببقى بشوف لكم اياها هلا بشوف لكم اياها وبجرب بعطيكم اياها نحن وعم نشتغل هون طيب فاذا هيدي فيما يتعلق بالديترميناسيون للدلتا بي اللي هي بي ا موان بي بي دون سو كالا دون سيت اكزرسيس دون سيت اكزرسيس فاذا هلا شو ما كان بتحطوا انتو اذا بدكم خذوا لي ال L اتقال A 1 متر L اتقال A 1 متر بتعملوا الكالكيل اذا ما طلعت هي ذاتها معناتها خذوا لكم شي فالور دوني وحطوها بقيمتها مهم تعرفوا الميثود دو تروفي دلتا بي اللي هي بي ام 1 بي اخر سؤال الحقيقه انا عم بحل البروبليم من شان اخر سؤال اخر سؤال بيقول لي سي بي ا موان بي بي ايجال 8000 باسكال تروفي اش دون لو تيوب مانومتريك يعني بدي تطلعوا الاش شو هي لا ديستانس انتر لي دو سيرفاس دو سيباراسيون او افيك ويل وهون كمان من هالميل الثاني او افيك ويل ليك وين الاش شايفين الاش اللي عم نحكي فيها هاي الاش تحديدا هيدا الهوتور اللي انا بدي اياه هيدا الهوتور اللي هو فوق وتحت كلمة الهوتور كلمة الهوتور اش طيب هون انا شو بعمل؟ باخذ
اثنين بوان، وبقول البي A بي A، بس هالمرة بدي امشي وين بالإتاستاتيك؟ شو في فوق للبوان A؟ في فوق للبوان A هو رو جي، هالديستانس من هون لهون اش، اللي هو ما هو الا الاش بي، يعني رو جي اش بي، والاش بي شفناها قبل شوي اللي هي ال سينوس تيتا. طب هنا بلس رو دو لو جي اكس، يعني هيدي الزياده، هي الزياده هون رو دو لو جي اكس، رو دو لو جي اكس يعني هيدي بعتبر هي الهوتور اكس هون، بلس رو دو لو كمان رو دو لو جي اش، انتبهنا، بلس لا بريسيون او بوان ام. فاذا اللي بيصير عندي رو دو لو جي ال سينوس تيتا بلس رو دو لو جي اكس بلس رو دو لو جي سيت اوتور اش بلس بي ام بلس بي ام. انتبهنا؟ طيب هلا بلس بي ام يعني في بريسيون هون او بوان ام. بالنسبة للبوان بي، شو في عندي هوتور قدامي بهي البوان بي؟ شو في فوقها؟ أول شيء في هود شوية اللي هون، هود شوية اللي هون، إذا بدكم هون اللي سميناهم نحن رودولو جي إكس من الميلتين من هون ومن هون. انتبهنا؟ هود الزيادات من هون ومن هون، ليكوا وينهم تحديداً. هي الهوتور من هون لهون سميتها إكس، بس هي الإكس هي رودولو جي اكس لما حسبتها للبريسيون او بوان A، وهي ذاتها راح احسبها لانها كمان او بس من جهه البوان B. فاذا رو دو لو جي اكس بلس رو دو، هالمره صار في عندي بهالبوان هون صار في عندي دو لويل، بلس رو دو لو جي دو لويل بلس بي ان بلس بي ان. ملاحظين هون البي ام والبي ان هن عندهم ميم نيفو، ميم نيفو للميم غاز اللي هو شو دو الميم نيفو اللي هو الميم فلويد للويل، هون للويل. ساعتها انا لما كتبت البي ا والبي بي بيجي انا شو بعمل؟ باخذ البوان، بقول البي ام شو بتساوي البي ام؟ بتساوي البي ا ناقص كل هودي، وبقول البي ان هون كمان بتساوي البي بي ناقص كل هودي، وبرجع بعمل ايجاليتي لانه بي ام ايجال ا بي ان دابري لو برانسيب فوندامونتال دو ليدروستاتيك. بجيب من ورا هالاكريتور لما حطيت الايجاليتي هون بي ام موان بي ان، برجع بطلع مين الفي بي ام موان بي بي، رح يطلع عندي قديش 5 ميل باسكال. بحط اللي كتبته يعني هذا اللي هو دونيك عطيني اياهم 5 ميل باسكال. بلاحظ بهيدي الاكواسيون ما في الا انكونيو اللي هو الهوتور اش اللي راح يطلع معي 1.5 متر. اذا هذا كل البروبلم اللي شايفينه هون، هو اللي اعرف انا اطبق البرنسيب فوندامنتال دو ليدروستاتيك. برجع بقول شوفوا بس ل تذكير، البي دو ا شو بتساوي؟ رو دو لو، رو دو لو ملتبليه بار جي ملتبليه بار اش اللي هي اش بي، بتساوي الاش بي هون كمان هون بتساوي هون، بس هي رو دو لو فوا جي فوا ال سينيس تيتا بلس رو دو لو فوا جي اكس، برجع بقول الاكس هي هي البارتي من هون، بلس رو دو لو فوا جي بلس رو دو لو فوا جي اش، كمان هي شقفة الاش هون، بلس بي ام. ونفس الشيء للبوان هالمرة، نفس الشيء للبوان بي، رح اقول البي دو بي هي ذاتها هون، هي ذاتها كل النقط هون عندهم ميم بريسيون لانه ميم نيفو. برجع بطلع طلوع من هون هي الفالور اللي هي مثل ما شايفينها رو جي اش، رو جي اكس سميتها، هيدي من هون لهون رو جي اكس، وهيدي من هون لهون رو جي، بس هالمرة رو دو لويل جي اش بلس بي ان. برجع بعمل ايجاليتي بين بوان ام اي ان، اجي تير لا ديفيرونس دو لا ديفيرونس دو بريسيون بي ا موان بي بي. جو فو كونساي دو فير سو كالكول اتنتيفمون. كمان عندنا نفس البروبليم،
لارج ريزرفوار مثل ما شايفينه هيدا اي كونيكتي ان تويو هوريزونتال لايك وان تويو هوريزونتال بهي الرسمه اللي نحن بنعطيكم اياها. عندي انه الدياميتر او بوان بي هذا شايفين الريزرفوار بس لحط هالاشاره هون هذا الريزرفوار اللي شايفينه هذا الريزرفوار وفي عنده هذا التويو هوريزونتال عنده اترانجلمون او بوان سي وعندنا او بوان بي في عندي سيكسيون بلو جراند تل كو لو ديامتر ان بي ايتيغال 10 سنتيمتر لو ديامتر ان سي ايتيغال ا 8 سنتيمتر. كمان حاطين هون ان مانومتر شايفينه هذا كله مانومتر بس هالمره مفتوح على الهواء ابرانشي او تيوب. اول سؤال تروفي لا فيتيس دو لو او بوان بي. طبعا مثل ما شايفين عليك وين البوان بي اي كونكتي الير او اذا بدكم عاده كنا بنقول ان الي اوفير الير ليبر الير ليبر. فاذا اللي بدي اياه انه بدي اجيب البريس بدي اجيب الفيتيس بسموها هي الفيتيس دو سورتي او بوان بي من وراء هيدي الفيتيس دو سورتي. اذا نطبق تيوريم دو برنوي ديريكتومون بين ال A وال B عندي P A تقال A P B اثنيناتهم اوفير الير ليبر وال H دو B تقال A زيرو وال H دو A تقال هيدي الهوتور H كلها سوا وال V A تقال A زيرو. ليش؟ لانه لارج ريزرفوار صاروا اعمال عم يتكرروا ساعتها بتجيبوا انتو البريسيون او بتجيبوا الفيتيس او بوان بي اللي بيطلع 2GH والH هي الدينيفيلاسيون انتر لو دو بوان A اي B. تاني سؤال عم نسأل عنه هو تروفي لو ديبي دو لو. صارت قصتنا كتير بسيطة. الديبي دو لو هو اس بي في بي يعني بي ار دو بي او كاري لانه هيدي الاس دو بي لانها سيركل تويو سيلندريك يعني عنده سيكسيون برينسيبال اللي هي سيرك ملتبليه بار في دو بي. لا هيدي مش او كاري بيطلع عندي 0.07 متر كوب بار سكوند. اتنسيون لهيدي متر كوب بار سكوند. هذا هيدي الفي بي مش هي او كاري وفي غلط بالكتابة. كمان الاس بي في بي ايجال اس ا في ا منشان هيك جبنا الدي بي وطلع معنا كل اللي بدنا اياه. بنرجع نحن بالاول هون لو ديبي دو لو بدنا البريسيون او بوان سي. قصتنا كمان صارت شو بسيطه. البريسيون او بوان سي ما في اطلع من هون لانه راجعين سائليني عن الاش. فاذا بدي اطلع ببيرنوي بشو بين البي والسي بين البي والسي. بد برنوي اش بي اتقال اش سي في عندي هوتور اوريزونتال الفي دو بي معي والفي دو سي معي والبريسيون ام بي هي بي زيرو بيطلع الانكونو بهيدي الايكواسيون هو البريسيون او بوان سي مثل ما شايفين عم بحكيكم. بيطلع تيوريم دو برنوي بين البي والسي كتير بسيط بس ما عليكم الا تشيلوا لوتور لانه ايكولمون عم بيكون هوريزونتال. اخر سؤال اخر سؤال عم بيقولوا لنا انه تروفي تروفي وين هيدي لا دينيفيلاسيون او بوان اش. لا دينيفيلاسيون او بوان اش. او بوان اش محل هيدا اللي حاطينه عنا ما هو الا الهوتور دو تيوب مانومتريك يعني الهوتور دو ميركور هوتور دو ميركور قدامنا هون. طيب بهيدي الحالة بدنا ننتبه منيح للي بدنا نعمله. شو بدي اقوله؟ هون بدي اطلع بالبرنسيب بدي اطبق البرنسيب فوندامونتال دو ليدروستاتيك خطوة خطوة. شوفوا شوي طلعوا شو رح اقول هون. شو في عندي فوق البوان سي البريسيون اون سي فوق البوان سي شايفينها هون هون انا هون البوان سي في عندي اول شيء في ماي رو دو لو فوا جي اش بريم اللي قايلين لي عنه انه هيدا اش بريم بلس لا بريسيون او بوان دي
plus la pression au point D. La commande que les imhat ana. Le point D y a. Le point D y a. والD هي محل ما موجود بعد عم نقول محل ما موجود المي برجع بزيد هيدي الهوتور اللي من هون من عند البوان دي لفوق اللي هي أنا رح سميها هون رح سميها أو إذا بدكن خليها البي دي خليها مسمينا البريسيون أو بوان دي بلا ما نفوت بتسمية شغلات إضافية ولكن طلعوا لي شوي هون تبعوا شوي هون على الرسم شو عم بعمل انا هون رح اقول هاي البريسيون او بوان دي وهيدي البريسيون او بوان سي هود اثنين بريسيون بيساووا بعض ليش؟ لانه هود اثنين بوان هني مام نيفو هو مام في الويد اللي هو او لانه الاو ماشي من فوق لو بعدها موجوده هون من هون ومن هون فاذا مام في الويد مام même في الويد امام نيفو يعني البريسيون او بوين دي هو ذات البريسيون او بوين او هو البريسيون او بوين او نرجع لا انا كاتبهم هون هي على الرسمي وين قدامي فاذا برجع بقول بريسيون او بوين سي بيساوي رو دو لو اش بريم بلس بي دو دي ومثل ما قلت لكم اثنينات هودي اثنين عندهم ميم نيفو وميم فلويد اللي هو او يعني بي دو او اتيغال ا بي دو دي بس من جهه ثانيه البريسيون صار او بوين سي بقدر اكتبه طالما حطيت البي دي حطيتها بي او لك شو صار فيه اكتبه هون البريسيون صار فيه يقول انه رو دو لو جي اش بريم بلس بي دو او بلس بي دو او هلا بيجي انا بتطلع من هون هي مسؤوليتي هلا انا اعرف انه البي دو جي ايتيغال بي دو اف بس البي دو جي معروفه هي صارت شو اوفر الير ليبر يعني البريسيون او بوين جي هي عمليا بريسيون اتموسفيريك فاذا صار في يقول هون بي زيرو البي دو اف كمان هي صارت بي زيرو بس بيجي انا بتطلع بهيدي الكولون هون شوف بتساوي البي دو اف بتساوي رو دو ميركور فوا جي اش بلس بي دو او بلس بي دو او بقوم انا شو بعمل لما كتبتها هون بي زيرو اللي هي سميتها البي دو اف بقول بي دو بي زيرو اللي هي رو دو لويل جي اش بلس بي دو او بشيل البي دو او من هون واللي هي شو بتساوي صارت بي زيرو موان رو دو لوي رو دو ميركور جي اش وبتساوي البي دو او اللي هي هون اللي هي بي سي بي سي موان رو دو لو جي اش بريم وبعمل ايجاليتي لاثنين اكسبريسيون للبي دو او هيدي الاكسبريسيون وهيدي الاكسبريسيون بسميهم انا 1 و 2 بعمل لهم ايجاليتي من هون ومن هون وبيطلع عندي مثل ما شايفين كله معي الا الترم اللي هو اش علينا ننتبه منيح لنعمل كالكول ننتبه منيح نحن وعم نعمل كالكول بس للتذكير بهيدا الاسباس اللي قدامي بهيدا الاسباس اللي قدامي هون هيدا محل ما ماشي بالسهم هيدا كله بالايدروديناميك لانه هودي فلويد او موفمون لما بنطلع بقلب التيوب مانومتريك بصير كله اليتا ستاتيك مثل ما ملاحظين جابليك لو تيارام أو le principe fondamental de l'hydrostatique هون وهون. هاي مسؤوليتنا نعرف إنه نحن بهالميل أليتا ستاتيك. آخر بروبلم صار كلهم عم بيشبهوا بعضهم. آخر بروبلم رح نكتبه كمان عندي تويو أوريزونتال مثل ما شايفينه ABC مني دون تيوب مانومتريك كمان مكرر كوم لانديك لا فيجور بس هذا التيوب مانومتريك هالمرة شو؟ Il est oblique et il fait un angle theta, il est 30 degrés avec l'horizontal. On nous donne le diamètre en A et le diamètre en B, il est 150 ou 300. Ailleurs, on a un diamètre au point A, on a un diamètre au point B. 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 Écoulement horizontal de l'eau, check,
écoulement horizontal, عفوا دو غاز CO2 دو غاز في الويد اللي هو الغاز هالمرة اللي هو CO2 وبهيدا التوب مانومتريك في عندي هيدي التري هوريزونتو هني عبارة عن دو ميركور بيان هذا إذا الشمال اللي قدامي أول بارتي ديتيرميني لا هوتور H دون لو توب مانومتريك ديتيرميني لا هوتور H شايفين ال H بين هون خليني ارسم كل شيء الاش هي من هون لهون طب اذا انا بتطلع بلاقي هاي الاش بتساوي جراند اش ليكو وين الجراند اش شو مبينه كانت هالمره ليكو وين البتي اش شو بتساوي جراند اش انتبهنا هيدي الجراند اش ناقص ال 40 ملم طيب ما هاي الجراند اش طلع وين هاي عندي 100 ملم فاذا هيدي صارت هي الهوتور اللي هي هيدي جراند اش بيساوي 100 سينوس دي 30 سينوس دي 30 معناتها اش ايجال مثل ما شايفين هون ال سينوس دي 30 اللي بتطلع كل هي الهوتور جراند اش صارت 50 ملم صار البيتي اش 50 ماين 40 اللي هي 10 ملم كمان السؤال اللي طالبينه تروفي بي ا موان بي بي تروفي بي ا موان بي بي سي اش اتيغال ا 5 ملم هلا هون صار مثل كما لو انه تيب مانومتريك عادي وعنده هوتور اش بالميلتين صار مثل ما كنا عاملين بالاكزرسيس نيميرو 7 اذا الديفيرونس دو بريسيون بي ا موان بي بي اتيغال ا رو دو ميركور moins rho de CO2 rho CO2 نحن بالإكزرسيسات الماضي كان عندنا O هون فوا G فوا H بحط كل شيء بقيمته بيطلع عندي هل سور بريسيون أو هيد الإكسي دو بريسيون اللي هو P B موان P A انتبهوا أنا اللي عندي إياه على الرسم هون اللي جبته هو P A موان P B هو P A موان P B ولكن إذا بدي ال PB موان PA انتبهوا أنا اللي جبته هون PA موان PB إذا بدي أجيب ال PB موان PA شو بتطلع؟ موان 680 باسكال انتبهوا للكالكول اللي عندي PA موان PB أكيد بده يطلع على البريسيون دو A أكبر من البريسيون للB لأنه ال PA دافش الميركور أكثر من ال PB فإذا صار في عندي هيدا الإكسي دو بريسيون 680 باسكال وإذا بدي أجيب بي بي موان بي أ إذا بدي أجيب البي بي موان بي أ لا امشوا أنا مثل ما أنا عاطيكم خلص خلي كله بي أ موان بي بي إذا هون ليكو هون شو بتعملوا بتصلحوا لي بالرسمة اللي نحن عاملينها البي بي موان بي أ البي بي موان بي أ هي ذاتها المقصود انا اللي شغله بي ا موان بي بي وهون كمان ترجعوا بتجيبوا لي من هون بي ا موان بي بي طيب فاذا جبنا نحن اول شيء بي ا موان بي بي مثل ما نحن شغلين على الرسم صح وين البي محددين وين الا وين اللي طالع عندي هون البي بي اكبر من البي ا لا البي بي اكثر من البي ا لانه اللي دافش اكثر هو البي بي فاذا مزبوط الشغل هون بي بي موان بي ا لا مزبوط الشغل هون يعني اللي سائلين عنه هو 5 ملم فاذا بدنا نعدل شوي بس بهيدي الكونتيتي حطوا لي هون بي بي موان بي ا بي بي موان بي ا بس بتضلها نفس الفورمول ونفس الفالور وبيرجع عندي كمان بالتيرام دو بيرنوي انتر A و B بيطلع عندي كل التيرم اللي موجودين قدامي وبيطلع عندي الفيتاس صار مثل هذا اكزرسيس تيب مثل البروبلم نيميرو 7 تبع الديبيمتر اللي حليناه فاذا اريسبكتي كو بي A اي بلو جراند كو بي A بي بي هي بلو جراند كو بي A برجع بقول بهذا النوع من البروبلم بهذا النوع من البروبلم اللي عم بصير عندي انه
هيدا كله بالقطة ديناميك بطبق برنويه بين الـ A والـ B، لكن لما فوت بقلب التوب مانومتريك هون بدي انتبه لشو، لشغلة البرنسيب فوندامنتال دو الهيدروستاتيك. ملاحظين صاروا أغلب البروبلمات عم بيساووا بعضهم. برجع بقول هاي مسؤوليتنا نعرف الـ PB والـ PA ونعرف كيف نتحرك بالإتا ستاتيك وهون بالإتا ديناميك. نحن بهيدي الطريقة منكون عمليا خلصنا كل بروجرامنا تبع الفلويد، وبدنا نشوف بالسيانس اللي باقيين رح نشتغل تيرمو ديناميك. نبلش بالتيرمو ديناميك. عمليا عنا 2 شابيتر، من هلا لوقتها ان شاء الله بتكونوا بخير.